النجاح مش مجرد فكرة أو حلم، لكنه بيحتاج تضحية ودعم وتعاون مستمر. النهاردة هنتكلم عن قصة نجاح غير تقليدية، قصة أختين توأم روان ورانا أمجد اللي بدوا مشروع مميز في صناعة الجلد بمزيج بين التراث الفرعوني والتصميم العصري. بدعم العيلة وشغفهم قدروا يحولوا فكرتهم لواقع ناجح وملهم. هنعرف منهم إزاي بدأت الفكرة، أهم التحديات اللي واجهوها، وإزاي كان دعم العيلة دور كبير جدا في رحلتهم. روان ورانا برحب بيكم، منوريني فوق هنا. بنورك. كلموني كده على البداية، إزاي بدأت فكرة المشروع؟ قولي يا رانا. أوكي. هي بدأت إن إحنا خلصنا كلية، هي كانت شوية متعبة، قلنا لازم نطلع من الكلية دي وتعبها السنين، هي كانت 5 سنين كنت تربية فنية، قلنا لازم نطلع منها بمشروع. يعني حرام التعب ده يطلع بالزبط. من غير مشروع. يعني مشروع ليه علاقة بالدراسة. بالظبط. حلوة قوي. في الجلد الطبيعي قلنا قلت اجرب بورتريا اخويا، كان وش اخويا على جلد طبيعي بتقنيه الضغط والتقبيل، عملتها له وقلت انزلها ستوري كده واشوف اراء الناس. لقيت بقى الناس شبه مبهوره، واللي هو كل شويه انت عملتيها من فين؟ يعني انت كده عملتيها على الجلد ولا على ورق؟ هي كفكره اصلا ان انت تعملي وش على الجلد معروفه او متعرف عليها ليزر، متعرف عليها طباعة. بالظبط. لكن مش حرفة يدوية يعني، لكن مش بتقنية الضغط والتقبيل. بالزبط. يعني لا، في كتير قوي حتى حاولوا يعملوها بس مش بتبقى بنفس تقنية الضغط والتقبيب. يعني هتلاقي صورة منير مثلا هنا دي معمولة ضغط وتقبيب، مش معمولة ليزر. أنا فاكراها ليزر. لا لا ما شاء الله، والتفاصيل باينة قوي قوي قوي، وهو الجلد بيبقى شبه زي الورقة وانت اللي بتبرزي الشغل ده عليه بتقنية الضغط والتقبيب. بس فالتقنية دي هي اللي شوية ميزتنا، وهي دي اللي احنا مستمرين عليها لان الجلد متفرع قوي. بالظبط. بس فمن هنا بقى الدافع ان احنا يلا روان ننزل نشتري ماتريال، يلا نبتدي المشروع، نعمل لوجو، نعمل بيتش كده بقى. طب روان، هل كل شغلكم جلد طبيعي؟ كله جلد طبيعي، وكله جلد لازم واحنا بنشتغل عليه، بس مش حتى مصبوغ ولا في اي مواد صناعيه. لازم الخامه اللي احنا بنشتغل عليها التفاصيل دي كلها يكون الجلد بيور. يعني ايه بيور؟ يعني ولا صبغه ولا واخد اي لون. يعني احنا بنشتغل على عشان التفاصيل والالوان تطلع مظبوطه كمان. لان الشغل ده ما ينفعش يطلع غير على جلد، ما يعني الجلد ده احنا بنبتدي نجيبه زي ورقه بيضة كده ونبدا نشتغل عليها من نحتها، من صبغتها، من تلوينها، من النحت فيها والبرز، التفاصيل دي كانك بتاخدي ورقه بيضة وعيشي بقى. طب روان، اكيد كل واحده ليها دور معين في المشروع ده، كلميني عن دور كل واحده فيكم وازاي يعني بتفرقوا المهمه بينكم. لا، هو انا وهي على طول دورنا واحد، دورنا اتجاهنا واحد، شبه بعض، دوركم واحد. كل حاجه نفس الدراسه، نفس الشغل، نفس الموهبه. يعني حتى القطع اللي هي ممكن تطلع لاول مره رانا خدي اعمليها، مثلا جالها الاوردر نفس القطعه تقدر تطلع نفس القطعه بالظبط. يعني ربنا الحمد لله مدينا نفس الموهبه بنفس القدرات. يعني ممكن حد مثلا بيركز في التصميم اكتر، حد في التنفيذ اكتر، ولا انتوا نفس الموهبه ما شاء الله؟ لا، يعني هي مثلا سي طلعت ديزاين مثلا واشتغلته من اوله والاخر وبالتقفيل بكل حاجه. هاتي الديزاين، الطلب مني الطلب مني، فطب هاتي بقى الديزاين احنا بنعمله ورقه الاول، هاتي الديزاين الورقه، وبطلعه بنفس التقنيه بنفس الاسلوب بنفس كل حاجه. مع ان ككل فنان ليه احساسه، يعني هي ليها احساسها وانا ليا احساسي، بس في الاخر نفس كل حاجه ونفس التقنيه. وكل شويه توأم بقى توأم. دي نعمه. نشكر ربنا. طيب مين بقى كان ليه الفضل الاكبر او كان الداعم ليكوا في المشروع ده؟ بابا وماما طبعا. كفايه الدعم الاسري. دي حقيقه، يعني كفايه بهدلتنا في البيت. يعني فكره ان انت تبقي بتشتغلي من الماتيريال دي مش سهله. المكان ده بيبقى محتاج شبه مشروع او مكان مخصص ليه. بس هم لا، انتوا طالما دي حاجه بتحبوها ابتدوا واشتغلوا. وماما طبعا بهدله. يعني نزلتوا بقى ورش في الاول؟ لا، هو شغل شبه حرفي، فمحتاج مكان مجهز ومصانع. يعني مش مصنع بس، المصنع ده بتجيبي منه الجلود، لكن مكان كبير تشتغلي فيه وتبهدلي براحتك بقى. لان صبغه وجلد قد كده، يعني سوري احنا مثلا الجلد ممكن يكونوا حاطينه جنبنا، يعني جنب في البيت، مش في مكان مقفول او مكان متهوي. لا، هو جوه معانا في البيت، فممكن يبقى عامل ازمه في البيت طبعا. بابا وماما طبعا. بس لا، انتوا حابين، انتوا مبسوطين بده،
في قبول في نجاح. يعني ماما كانت في الاول بتقول انتوا تعبكم ده محدش هيقدره يعني حرام يعني حاسه ان احنا بنتعب قوي, بس لما لقيت ان احنا لا بنجبر ما شاء الله متقدر وناجح جدا دلوقتي ما شاء ربنا الله. يعني نعمه ربنا ان احنا بنجبر وفي قبول, فلا استمروا ومش مشكله اي فداكوا اي بهدله يعني. طب روان اكيد مع ولادة اي مشروع بيكون فيه تحديات وصعوبات في الاول, هل وجدت هو اي تحديات وصعوبات؟ طبعا يعني احنا في قطع مثلا زي القطع مثلا الفرعوني الطائر الفرعوني دي بكل تفاصيلها دي كانت صعبه قوي كضغط على الجلد ونحت عليه وتعملي التفاصيل الرموز وتعملي الطائر عليها وتظبطي المقاسات والنسب وكل ده, فممكن تلاقي المقاس مثلا ممكن يبقى ما ظبطش في وقت الخياطه المقاس مش مظبوط الدق احنا واحنا بندق كنا في الاول مش مقدرين نتخيل لا احنا المفروض نخيطها بايدينا, احنا كنا بنبقى عايزين مكان احنا عايزين حاجه تسهل علينا, بس اكتشفنا مع الوقت ومع الخبره ان احنا ممكن نتعب في في في, في ان احنا ازاي نعرف الجلد ده عايز ايه, لان الجلد لما بتبداي عليه هاند ميد ما ينفعش تدخلي في اي مكان, فده كنا مستصعبين وكنا عايزين حاجه مكان تساعدنا, كنا بنفكر في ايه اللي ممكن يساعدنا, بس لقينا اللي يساعدنا ان احنا لا نعرف يعني فعلا نحس بالجلد نحس هو ايه احتياجه, نحس كمان ان انت بتشتغلي هاند ميد يعني هاند ميد يعني ما ينفعش تدخلي مكان المكان هيبوظ شغلك فلازم زي ما بدأنا هاند ميد ننتهي هاند ميد, ده كان علينا لود ووقت ومجهود بس لما طبعًا. لقينا الشغل بيطلع بيرفكت. طب لو هتكلميني عن كل بيس كده قوليلي مثلا اقرب بيس لقلبك. طبعا الفرعوني انا بحب الفرعوني, الفرعوني فظيعه الفن المصري القديم بكل تفاصيله, انا لو عليا مش عايزين انا وهي اختي غير نشتغل فن مصري هي فعلا مميزه قوي وتفاصيلها بالزبط. واضحه وتجنن الحقيقه بالظبط, وكل ما هو هندسي وكل ما هي طالعه على الشاشه كل ما هو الوان حتى مقتبسه من الفن المصري القديم هو فعلا كان ارقى فن وكان يعني بيقيم قوي الشغل وبيميز طبعا طبعا طبعا. طب الصعوبه في التصميم ولا الحجم؟ لا التصميم 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 والنحت النحت يعني انت احنا تاني هنقول احنا ما بنستخدمش اي مكان ولا حرق حتى ولا في ليزر ولا في حاجه غير ايدينا فمن اولها لاخرها تكون منحوته وتكون فيها حاجات بارزه في عالي وواطي وتدريج الوان وتبين الظل من النور ويعني كل التفاصيل. طب لو هنتكلم على البومه دي البومة دي عزبتني البومة دي عايز اقول لك ده حيواني مفضل يعني طبعا هم هتستغربوا بس انا بحبه جدا هي عزبتني انا مش هقول لاختي هي بومة فعلا ولا ايه لا هي طبعا البومة بريشها بتفاصيلها بتدريج الالوان دي يعني تدريج الالوان بتاع ان انت ازاي تطلعي ريش البومة احساس ان زي ما هي كل قطعه ليها احساسها في تحسني ايه عايزين نطلع احساس الجداريه في الفرعوني عايزين نحس احساس الطائر بريشه كده يعني احساس الورد بتدريج الالوان اكيد. طب رنا هل واجهتكم تحديات كتوأم بقى في الشغل؟ يعني كتوأم نشكر ربنا لا ما حصلش اي مشاكل احنا كل واحد مثلا الاوردر بيخش انت من اوله لاخره ملتزمه بيه, انا الاوردر بيخش برضو انت من اوله لاخره ملتزمه بيه, فاي مشاكل كل واحد بيتحملها مع نفسه ليه لان انت اللي ماسكاه من اوله لاخره وانا اللي ماسكاه من اولها لاخره فخلاص انت عارفه المشكله اللي حصلت فيه او عارفه ايه اللي ممكن يتحل فبتبقي فاهمه دنيتك. ايوه بس طب ازاي بتفصلوا بين ادواركم يعني كاخوات وشريكات؟ لا ما فيش يعني مثلا لو حصل مشكله في الشغل هل بتكملوا نقاش في البيت ولا بتفصلوا بقى؟ اكيد اكيد وبنفكر مع بعض ونعمل ايه وممكن لو قابلنا مشاكل مثلا بنقول خلاص ده احنا تعلمنا منه ان نفصل. مثلا في ناس بتيجي بتخش من ناحيه الصعبانيات شويه الشغل بتاعك تحفه فتواجهنا مشكله ان هي مثلا تطلع ما تاخدش الاوردر رغم ان انت وافقتي على صعبانياتها وقللتي من تعبك علشان بس هي مبهوره بالشغل ونفسها فيه في الاخر تلاقيها ما تستلمش الاوردر مش موجوده اصلا هي فين مش موجوده فخلاص اللي هو نفهم الانواع دي من الناس نتعلم انا وهي ندي الدرس لبعض ان لا في ناس طالما واخده من حته الصعبانيات وان هي عاوزه تقلل من تعبك وعاوزه تاخد الاوردر بطريقه مش يعني
فيها ظلم ليكي طبعا قولي لا خلاص احنا تعبنا ساعتنا وقتنا نتحاسب عليه. بس الصعب هو اللي بيعلم دايما. اه بالظبط. ولازم تتعلمي ولازم تتجربي. بالعكس انت لو ما فشلتيش حتى في الشغل, احنا اول يعني اول شغل في كل شنطه هتلاقي فيه مشاكل بتقابلنا. اكيد المشاكل دي هي اللي في القطعه الثانيه او في الاوردر الثاني, خلاص احنا عرفنا التكنيك بتاعها ما تغلطش عشان تتفادوها بقى. بالعكس اه بقى بتبقي متمكنه منها بطريقه ان انت حفزتي العيب اللي هيحصل فهتتجنبيه. فالفشل لا, ده الفشل هو اللي بيعلم. انت لو ما فشلتيش مش هتكبري حقيقي. مش هتطلعي افكار. احنا عندنا دايما تحدي انا وهي ان عاوزين افكار. اي حد عنده فكره جديده ادونا فكره جديده فيها تحدي بس احنا بنحبه. يعني احنا عاوزين نكبر في ده, ان احنا ما نوقفش على شكل او ديزاين معين.